طمني عنك. والله مشتاق لك، شو احوالك؟ ارتبطت في الورانا، زبطت امورك وكاي الغالية هاي نشمية. والله. نشوية يا عمي، مكسا كان تحضر فيزة ضحى اخوك. اسمع لك، اخوك. متى راح تسحب الايفون؟ حلو، متى راح تسحب الايفون؟ لما لما معن يبعث الايفون ويوصلني على الاردن، راح انزل ستوري انه الايفون وصلني يا اخوان، راح انزل بوست عندي على الانستغرام صوره الي، واكثر حدا بعلق راح اسحب وانا مش منتبه. مبروك عليك، فهمت؟ طب وصلتك يا تعطيني، صاحبي، اذا وصلتك قول لي وصلت. ما بدك تعطيني ايفون الي؟ والله بدي رب المتابعين، خلهم يطش شوي، والله العظيم. وانا الي ما تعطيني؟ مع ذلك اسمع، اوتلوك ورب الكعبه والله شاهد، تليفوني الايفون هذا اللي فاتح منه انا لايف، قسما بالله انكسر. والله يستاهلوا، والله العظيم انهم يستاهلوا، قسما بالله، والله العظيم اللي عندك يستاهلوا كل خير. ميكس ما تزعل ضحى ابدا، اذا ضحى انسان عزيز يا اخوان، هذا شو مالكم التليفون انتم؟ الثاني مشو. ضحى انسان كثير عزيز يا مكس، اخوان، والله متى كثير. الخطوبة؟ متى الجيزة؟ دي خلنا نسولفهم سلاف اليوم، يعني اليوم اللي صار ترى ما صار شيء، اقسم بالله ما صار شيء. يعني اقول لك الله يجعلها زي ما بيقولوها، شو بيقولوها، الله يجعلها اكبر المصايب، قسما بالله ما في بيني وبينها شيء. زين، بنت انسان كثير غالي علي، زعلتها؟ اوكي بنزعل من بعض بعد نص ساعه، ولا كانه صار شيء، بس انسان كثير طيوبه، بس خلص يعني الشيطان صار بالنص. بس شو المشكلة؟ واللي احكي لي. بنزل فيديو على التيك توك، واللي بنزل فيديو على التيك توك تركوا بعض، هذا قلب على الثاني، بلك الثاني يا اخي، مشان الله بدك فولو، تعال قل لي يا زلمه، بعرض اختك بمزح والله يا عبد، والله بمزح، يسعد دينك على عبد الثاني اوت، وسوي لي واحد. ابشر بعزك انت ومكس بالايفون. قلبي عبد العزيز، هسه بشغل التليفون الثاني، قاعد واشوف البرنامج الاصفر. مكس، لا اراك شيئا، لا انت ولا اللي عندك. ابليس خش مع ضحى، بكره راح اكون انا ضحى لايف، وراح نمزح وندبك ونقيم ونحط ونسوي. انت احكي لي بس شو السالفة، ترى انا شوف انا فاعل خير. وك ما في سالفه، ما في سالفه، انا فت بموضوع مش فاهمه. صار يعني كم سلافه، زعلت ضحى، زعلت مني، وانا الانسان هاي ما بحب ازعلها، هاي الانسان الوحيده والله قسما بالله، ومع انه صارت دراما وبقدر ارد وبقدر اجيب مشاهدات وبقدر اعمل وبقدر اجيب وبقدر احط، بس انا ما بحب، والله ما بحب، خلاص انا طب بضل اسمع مختصر. تعتمد ميكس، اسمع، شفت حكى لك عبسي عن الموضوع عشان موضوع الجيم الجاية؟ لا بس ما بعرف والله، يوم جيت ورحت، والله ما ليش انت صح، شو اللي صار معك؟ خلاص صار معي موقف يعني كثير سيء، بس هو راح يفهمك، هو فهم الموضوع. بالحفلة اللي صار؟ بالحفلة، يوم صارت حفلة وطلعت بسرعة أمانة الله، لا والله العظيم، عشان هيك فخفت، ما حبيت اقول لكم وقت الحفله، خفت انكم يعني تنقدوا كذا، فقلت اطلع لحالي. والله لازم أعرف الموضوع. اهل وما يعني صار، خلص أوكي عبد، خلص، على التليفون، على التليفون. ففهمتوا يا إخوان ليش البنت ضحى ليش زعلت، فهمتوا اكيد. بس بالنهايه ضحى مستحيل تخلص لايفها وتكون زعلانه مني، انسانه برجع مكسر. بقول لكم متى غاليه. يلا الحفلة؟ بلش، متى تزيجة؟ خلينا ندبك. وضحى بحبك بغيابك يا آخ يا إخوان مكس، آخ، قبل ضحى كنا نخش أنا وياه جولات العصر، والله ارتبط وإحنا بنتفرج عليه. يا رجال، فرجوه التكبيس، ها فرجوه انه مكس صار عنده جيش تكبيس يا عيال، فرجوه. اسمع، أحكام صلخ. والله غير صلخ، والله يا رجال 3 كبسات على الشاشة بمون عليكم. يعني تعرف انا والزعبي شو بنحكم حالنا؟ شو قلت له امبارح روح خذ فراشك وحرامك، رحنا بالشارع. حلو حلو، مبدئيا مبدئيا الحكم الأول تمسح المكياج مبدئيا. اي مكياج يا زلمة، ها اي مكياج.
هسه ببعرك بعره. لا 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 خلص خلص، لا 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 ليه؟ يا شل لا لا ارحب. شو أمنية حياتك؟ هذا علق شباب. عارف شو، عارف شو من حياتي، تعرف شو من حياتي يا دعبو يا اوتلو؟ أوتلو. ما حدا يرن علي ولي لايف، هاي امنية حياتي. إيه والله أخرى إشي الزهراني قلبي. شباب تعاونوا، جولة واحدة يا إخوان. راح طب نطلع أنت باثنين يا وشو بدا أهبل يا أهبل، هنجح حط وضع طيران واشبك واي فاي. يا عمري عبود يا حبيب قلبي. شكرا لك والله. هاي شايف احط الثاني وضع اللي عندك طيران عبد العزيز، هذا اللي يقول ابشر بالآيفون أنت وأوتلو، هذا صاحبي. شباب الدبل أمانة. الدبل والله. لا الدعم الأول إيه قصدني، لا والدعم الدعم الثاني الثاني. أيوه الدعم الثاني. شباب الدبل حبيبي بتجوز واحدة حبيبي. مثلك. بس هذا مؤاخذ يعني منك يا أوتلو، هذا مؤاخذ. انا شاب بقلبي يعني، ماليش شو اسمه شتاف، تشتافك توجعك؟ ماليش جرين من تحت، ما بلبسش شوفان. اي عبد العزيز والله تستاهل. حي حي ام العز يا بعد اخوك والله. تستاهل 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 عبد العزيز. يا بعد عمري والله شكرا لك يا حبيبي، الله يعزك. هذا من يرجع خيرة ضيف الناس عبد العزيز تعرفت بالله عليها عليك. بالتيك توك يا ميكس، شكرا يا بعد ويجي على عمري. ها الأردن. أقول لك من خيرة الناس اللي تعرفت عليها بالتيك توك ويجي على الأردن وتعرفت عليه وكذا. هذا الكلام لسه ذيك المرة بسيرتك كنا قاعدين أنا وياه، بعرفك يا عليه عمري يا بعدين. عبد العزيز والله شكرا يا بعد اخوك، الله يعزك يا بعد قلبي والله. توب 1 توب 1 يا سيدي توب 1، زين اقسم بالله انك كذيب والله العظيم. تستاهل تستاهل. بس هيك احرجتني اني ما احكمش اوت يعني. يا عمري يا عبد العزيز الله يسعدك، شكرا. لا أراك شيئا، حتى لو عبد العزيز دعم ضدي راح أجحفلك. اوف راجع للدخان. لا لا ما بدخن. فيب فيبا الحكم الاول. الحكم الأول تتغزل بعبد العزيز. ابشر هذا أخ عبد العزيز. الحكم الثاني يا عمري يا عبد العزيز والله شكرا، الله يعزك، شكرا لك يا بعد عمري. زودك ابو العز قول. الحكم الثاني يا بطة. الحكم الثاني، بما اني فقدتك، بما اني فقدتك فترة على التيك توك خلاص راحت بيني وبينك اخوي. بحبك اوت لو والله، وانا بحبك يا ماكس اخ طيب عزيز. انت قلبك. بس قول لي، قول لي الموضوع. ها خلاص دن والله يلا قلبي. يلا باي باي يا نشوفك. صاحبي. باي يا قلبي باي. والله العظيم يا ابو العز شكرا يا عمري يا اخوان. جيبولي دعبول العب مع دعبول، شو رايكم يا عيال دعبول او رحمه؟ ويو عبوسي ويو قعيد، جيبوا لي قعيد. يلا قعيد يلا قعيد يلا قعيد يلا قعيد مين؟
بروح العب مع قعيد، عندي جوله رسميه مع قعيد والله. صح انت بتلعب مع قعيد؟ انت افا، ما شاء الله ما شاء الله. وش بقى قعيد؟ ما في شيء، بقول ليش يعني، حسيتك استغربت اني بلعب مع قعيد. استغرب يعني، هو مشهور. انت مشهور الحين؟ ما عندي غير 1100 بس، بلعب مع قعيد الحمد لله. خلنا نشوفك بالله كم عندك. شوف طلع مشهور يا جماعة، 2 مليون على وجهك. لا يا أخي، وجهي أحلى من وجهك، ليش ما يزول عندي 2 مليون؟ مو مش على وجهي يا قلبي، هم بحبوا الخراب ما يحبون ايش؟ يعني، هم بحبوا الخراب. تشوف وجهي مثل مسطرين، هم بحبوني عشان وجهي مسطرين، فهمت؟ دقيقة، احنا وش محتواك طيب؟ برقص ترقص صوت 2 مليون؟ أقوم أرقص يعني؟ ارقص، شوف شوف كيف راح تجيبك مليون. يا اسمع الله تعال سماك، تعال لا تعال، 2 بحط لك مليون اغنية. عشان ترقص؟ اسمع اسمع، بحط لك اغنية تمام، إيه؟ وافتح جولة، واذا حطيت لك اغنية ورقصت عليها مبروك عليك المليون فيو. مبروك علي ايش؟ صار المليون 500 فيو يا بحا. هد، انا ما عندي احد، ما عندي احد. هد هد، يلا جاهز. ما اعرف ارقص. يلا شلون ارقص؟ يلا علمني. يلا انا وياك، يلا يلا رقص دلع. لا لا، مو كذا، الله يعطيك العافية. يلا ادعموني يا الربع، مصر يوصل يلا ما شاء الله. الله يزيدك يا حبيبي، الله يزيدك. يا والله يا مرحبا اسمع، والله. اعمل لي ميوت شوي، اعمل لي ميوت شوي. اعمل لك ميوت؟ طيب عملت لك ميوت. يا عيال تكفون تروحوا نصكوا عليه، بالله عليكم تكبسوا عنده، خلوه ينبسط، مستاهل والله، باين عليه شاب محترم. روحوا عنده اذا بالله عليكم قال لي خلينا كبسوا نفك عنده. الميوت ليه يا جماعة؟ والله بالله قهوة عليكم تروحوا اقسم عنده قبل بالله، ما مو تفك الميوت، بالشوف فيه اسالكم بالله تروحوا عنده. والله. والله يستاهل الشهرة اقسم بالله. افك يا مرحبا والله، حياكم الله. يلا جاهز، يلا جاهز. وش يلا.